أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكرر ذكر موضوع حلقاتنا هو الحديث عن جائحة الفيروس المعروف بكورونا كوفيد 19 ونريد أن يعني نسلط الضوء أيها الأعزاء على ما ذكرته المواقع المختلفة الوزارات المعنية أيضا ما اتخذته الدول من إجراءات الإرشادات الدينية التي صدرت من المراجع عزهم الله تعالى لضرورة الاحتراز والتوخي توخي الحذر الشديد جدا مهما أمكن من انتشار فيروس كوفيد 19 معروف بكورونا على الألسن وفي الحلقة الماضية تناولنا ما ذكرته قناة الجزيرة أو موقع الجزيرة عن مجلة إيكونوميست البريطانية وذكرت أن العراق وضع تعبيرهم مو تعبيري أن العراق من حيث الوضع الصحي وضع محطم زين وفعلا كانت الأرقام في تصاعد شديد جدا بالعراق بحيث العراق البلد الأول عربيا في الإصابات وربما في الوفيات حتى انه لعله ثاني بلد في الشرق الاوسط بعد ايران اذا التوقعات كانت تشير الى تصاعد مهول في الاعداد اعداد المصابين واعداد الوفيات بسبب الحضور الكبير اولا الكلمات هذه تصاعدت قبل محرم قبل الدخول في محرم يعني هسه انا الان اذكر لكم ايها الاعزاء واللي يحب يرجع للحلقه الاولى بعد مضت الحلقه الاولى ونحن في الحلقه الثانيه مثلاً موقع قناة الكوثر هنا العراق الكشف عن خطة استثنائية أثناء المراسم الدينية في محرم زين آه لاحظوا التاريخ تسعة عشر أغسطس 2020 يقول أعدت وزارة الصحة والبيئة العراقية خطة صحية استثنائية لتطبيقها خلال شهر محرم إذا قبل الأربعين بداية محرم في ظل جائحه كورونا بعد ما ذكرنا في الحلقه الاولى انه العراق وضع الصحي بحسب المواقع الرسميه وضع محطم مو وضع سيء هكذا يقولون ارجو ان لا تحملني الوزاره اي مسؤوليه اذا اجيبها العبارات العبارات انا نقل من هذه المواقع زين وتركز على تطبيق شروط الوقايه عند احياء الشعائر الدينيه وتهيئة المستشفيات وردهات العزل الكل متخوف مما سيؤول اليه الوضع في العراق يعني اخواني وجدانا انصافا يعني احنا قبل محرم وقبل الاربعين قبل زياره النبي صلى الله عليه واله وسلم اصلا هذه القضيه اعتقد كل واحد بينا يستطيع يلمسها وهو انه الناس كانت الى حد ما وحد جيد ملتزمه بالتباعد. الكمامات كثير من الناس تطلع للاسواق تلبس كمامات، حتى بالشوارع يلبسون كمامات، حتى بالسيارات اللي هو وحده بالسياره والجامه منها مفتوحه هم لابس كمامه في كثير من الاحيان. لكن هذا الالتزام رغم التوصيات الدينيه للاسف قل وانخفض بشكل كبير جدا قبيل الزيارات الرئيسيه. طبعا اذا مو مثلا واحد يجي يقول انه لا انتم الوزاره صحيح مشكوره وزاره الصحه، الوزارات المعنيه، الدوائر المعنيه بذلت بذلت جهود طيبه ولكن بالحقيقه ما تتكافئ. اولا الجهود محدوده، امكانات محدوده، الاعداد غفيره جدا، ثم مثلا اذا ناخذ مثال ركضه طويريج اللي اكثر من يعني مليون ونصف الى مليونين. التداك تداك شديد جدا التقارب والازدحام مو بيد واحد يعني ما ممكن يعني ربما تصير حوادث كبيرة جدا إذا حاولوا يبعدون الناس بعضهم عن بعض فهذه المسألة مسألة قهرية ما حد يقدر يسيطر عليها لا عتبات ولا وزارات ولا غيرها ولا نفس اللي طالعين بالركضة يقدرون يسيطرون الوضع يحكم هذا الشكل مثل ما الآن في موسم الحاج يعني لابد من ازدحامات فلذلك ترى المملكة العربية السعودية يعني إحنا نقول شبه منعة الحج أعداد قليلة جدا لأنه لا يمكن السيطرة على كثير من الزحامات فأخواني الله يبارك بكم إذا الوضع العام توقعات مهولة رغم الاحترازات إغلاق الحدود الدول الأخرى تعاونت مع العراق في إغلاق الحدود وهناك رعب مستشري ماذا ستؤول إليه الأوضاع طبعا لا ننسى أذكر بانه الشماته والقنوات الشامته ووسائل الاعلام الشامته لاهل الخلاف والوهابيه في انه ماذا سيحل بالشيعه؟ وينكم؟ وين ائمتكم؟ يوم العلم كذا كذا، ما اريد استذكر الكلمات الثقيله. زين، فالان هسه هذه موقع الكوثر وهو من طهران طبعا. يذكر ايضا مثلا مدير دائره صحه الرصافه. لحظة التصريح مالته عبد الغني الساعدي. قال إن معركة الجيش الأبيض مع فيروس كورونا طويلة ومستمرة ويجب على المواطنين أن يكونوا هم الداعم الأكبر من خلال الوعي التام بعد والالتزام بشروط الوقاية الصحية لأن ذلك هو السبيل الوحيد يقول عنا السبيل الوحيد لانحسار الوباء ومنع انتشاره لا سيما بعد تجاوز عدد الإصابات الأربعة آلاف إصابة خلال الأيام الماضية مؤكدا ان من يتوقع ان يتلاشى الفيروس تلقائيا ويختفي فهو واهم والدليل على ذلك زياده الاصابات اذ اثبت الفيروس قوته وخطورته وسرعه انتشاره بالاوضاع اخواني هذا الكلام في الاوضاع المتعارفه للناس دوائر عطلت نسبه كبيره وصل الى حد 25% الاسواق تشوف الناس الغالبيه يرتدون الكمامات اكو تباعد اجتماعي الشعب العراقي معروف انه من يشوف صاحبه لازم يسلم عليه يقبله هذه انخفضت بشكل كبير جدا يعني اكو اكو نوعا ما ردت فعل جيده نوعيا من قبل المجتمع ومع ذلك انت تشوف الاصابات كانت كبيره مثلا النجف المعدلات صارت 300 و400 وبالحالات العاديه 200 اسأل أنا أذكر 200 يعني 240 250 إلى آخره، وهكذا كربلاء أصيبت بأعداد أكبر من النجف، المناطق الجنوبية باعتبار الوضع الصحي فيها للأسف يعني احنا لا نقول لأنه الناس ما ملتزمة، لا مو هاي القضية. لا، قبل ما يسقط النظام وبعد ما سقط النظام المناطق الجنوبية ولأكون صريحاً المناطق الشيعية لا تحظى بأهمية من قبل الحكومات المتعاقبة. لا الحكومات الظالمه السابقه ولا الحكومات الحاليه. فإذا فكيف اذا جاء يوم عاشوراء بل مو يوم عاشوراء القضيه قضيه محرم كله انتم تعرفون اخواني واللي يدري من غير الشيعه خلي يعرف من الان انه احنا بمجرد الدخول في محرم من اول ليله هناك الاف المجالس اذا مو عشرات الاف المجالس. ويحضر بها اقل مجلس يحضرون به العشرات، مجالس فيها مئات، مجالس فيها الوف من اول ليله في محرم احنا مو فقط نحسب يوم العاشر يوم الزياره ولا نحسب فقط ركضه طويريج فاذا هذه كلها كانت موجوده. نعم هناك مجالس مواكب فعلا التزمت وجزاهم الله الف خير والتزموا بالنظام، لكن القضيه هذه تحد من انتشار الفيروس لأنها تقضي عليه او تحول دونه. زين هسه الان استشهدت بهذا الذي ذكرته آه هذه المواقع منها موقع الكوثر لاحظوا معي اخواني اعزكم الله تعالى الرعب اللي مسيطر على وزاره الصحه العراقيه وانا انقل هذا الكلام مثلا آه موقع اخبار العراق اخبار عراق مع اقتراب شهر محرم خشيه من ملايين الاصابات بكورونا في العراق هذا الكلام من موقع الجزيره من موقع الجزيرة، ووجدت مثل هذا الكلام في مواقع أخرى، يعني أهم المواقع، أهم القنوات مثل هذه القنوات المذكورة، بتاريخ ثمانية 8, /8 /2020 لاحظوا العنوان خشية من ملايين الإصابات بكورونا ويستشهدون لهذا بأول شيء بما حذر منه وزير الصحة العراقي آه الأستاذ حسن التميمي. يوم السبت من زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والتي عزاها إلى عدم التزام المواطنين بتوصيات الوزارة هذا كله يعني يقول تصعد الأعداد لعدم التزام المواطنين مع أنه يوجد التزام نوعا ما في الأيام الطبيعية ولكن نحن رأينا وهذه القضية قضية وجدانية ما نستطيع أن يعني نجاف الحقيقة فيها ان الالتزام تقريبا سقط في ايام المناسبات مع ذلك بدل ان تتصاعد الاصابات انخفضت بقيه الكلام ياتي في الحلقات القادمه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين